أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. وصلنا لكم اليوم السيد رفيق صاحب صالون رندالة. أهلا وسهلا فيك سيد رفيق، نورتنا ونورت البرنامج. خلينا هيك يا رب. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن شخصك الكريم. أنا رفيق رباح من لبنان، جيت لهون صار لي 30 سنة. الحمد لله فتحنا كذا صالون، وهلا اخر شيء هون وقف معنا صالون رندلا ستاتي وصالون رندلا رجالي. صرنا هون بالصالون شيء 10-12 سنه. الحمد لله الوضع كثير جيد ومنيح ومبسوطين كثير بالبلد. ممتاز. خبرنا اكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في الصالون، سواء الصالون الرجالي او ايضا الصالون النسائي. يعني بالنسبة للصالون سيدات هون نحن بنقدم خدمات كتير، بنقدم مانيكير وبيديكير للنسوان، ونقدم صبغات شعر وكيراتين تمليس الشعر وتمشيطات وقصات، بنعمل قصات كتير حلوة وعلى آخر طرز يعني. وكل العالم الحمد لله بيجوا لعنا مبسوطين ومرتاحين و... ممتاز. طبعا في ظل المنافسة الموجودة في سوق دولة الإمارات، في إمارة دبي بالتحديد، في جميع مجالات العمل، نتكلم في مجال الصالونات اللي احنا موجودين فيه حاليا، لازم يكون عندك شيء من التميز حتى تختلف فيه عن الباقي. شو اللي بيميزكم اليوم في صالون رندالة عن باقي الصالونات؟ والله نحن اللي بيميزنا صدق المعاملة والمعاملة المنيحة، وبنشتغل من قلبنا لزبوني. كل زبوني الحمد لله بتجي لعنا بتطلع راضي، انه بتجي لعنا بنعمل لها قهوة، بنعمل لها خدمات كتير، شو بدك يا تكرم عينك. وعندنا النظافة موجودة، هيدي أهم شيء بالمحل. وبرودك كتير منيحة من لوريال، كلها فرنساوية وأوروبية، والبضاعة الموجودة عندنا كمان بتتميز عن البضاعة اللي غيرهم، لأنه نحن هون بأوتيل تعرف 5-star أوتيل، بدنا نكون عندنا من أحسن البضاعة وأحسن موجودين. والموظفين اللي عندنا خلوقين ومرتبين مؤدبين، ما بيعملوا شيء غلط ابدا نهائيا يعني. اكيد طبعا. شو الخطط والهدف للسنين اللي جايه؟ يعني هلا في عندنا مشاريع، يمكن نرجع نفتح صالون ثاني، لانه عندي شباب هلا عم فكر انه مثلا نفتح صالون ثاني، نوظفهم، نشغلهم، نعمل شيء جديد. وكل ما نعمل صالونات احسن، كل ما هو احسن لنا يعني. اكيد بصير اسمنا اكبر واثبت واحسن بكثير. موجودين نحن اليوم في دولة الإمارات، في إمارة دبي، دولة الأمن والأمان. كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب المستثمرين؟ كيف ممكن يساعد أيضا على استقرار السوق اللي احنا فيه؟ الحمد لله هوني هلا بالنسبة لدبي، مش بس دبي يعني، إجمالا الإمارات كلها يعني بتنعد من أمن بلد بالعالم بالنسبة لي أنا يعني. وأنا صلي عايش هون 30 سنة الحمد لله، كتير مرتاح. وقال خلينا هالشيخ محمد، والشيخ محمد كمان تبع ابو ظبي وولادهم كلهم يعني الحمد لله حسسين هون كانه نحن ببيتنا قاعدين يعني. اكيد طبعا. في نهايه الحلقه حابين نتشكرك على ظهورك معنا، ونستفسر ايضا عن كيفيه التواصل والوصول لصالون رندالة. يعني بالنسبه للموقع، نحن موقعنا هون باول مارينا تقريبا ببرج الميديا سيتي، ونحن موجودين برندالة صالون باوتيل ويستن اوتيل، بين ويستن اوتيل والميريديان، هن كلهم تبعين لنا. وفي عندنا باركينج ومحلات وكذا، اذا حدا بحب يجي لعنا موجود كل التسهيلات. طبعا اعزائي المشاهدين، جميع ارقام التواصل وايضا الموقع سوف يظهر اسفل الشاشه. نشكرك مره اخرى استاذ رفيع على وقتك اليوم معنا، نورتنا ونورت شاشه برنامج رواد الاعمال كمان. شكرا كثير لكم، واهلا وسهلا فيكم، ونحن عايشين ببلدكم ومبسوطين وكثير خير الله. الى هنا اعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.